الطاقم سيقوم بالإدراك. نقف في هذه الغرفة الاحتجاجية بهذا الكم الهائل من الطلاب والطالبات ولا فيه من الأهالي والقيادات العربية في النقب، احتجاجا على عدم جاهزية مدارسنا لاستقبال هذا الكم الهائل، قرابة 20 طالب وطالبة يضربون عن تعليمهم عن دراستهم في اليوم الرابع على التوالي. هذا الأمر يجب على رئيس على وزير التربية والتعليم أن يعي خطورة هذا الموقف وأن يجد حلا سريعا لهذه الإشكالية لهؤلاء الطلاب. وأنا أتساءل هنا، لو كان هؤلاء الطلاب يهودا لما كان هذا الحال ولما كان سكوت هذا الوزير وهذه الحكومة.